بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. أول رسالة نزلت من السماء إلى الأرض على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة اقرأ العلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكل طلاب العلم، ونذكرهم بقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونستمع إلى كلمة العلم والعلماء إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أعلى قدر العلم ورفع شأن العلماء، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان من معجزاته أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه جاء صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلم العالم. فاعجب لأمي يعلم عالما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين هم مصابيح الهدى وأنوار التقى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نحتفل فيه بالعلم وبالعلماء، أطرح أمام حضراتكم وأنتم الوسط المتعلم المثقف عدة أسئلة: هل عني الإسلام بالعلم وبالعلماء؟ السؤال الثاني: هل هناك في الإسلام منهج تربوي تعليمي؟ السؤال الثالث: ما العلم الذي هو فرض عين، وما العلم الذي هو فرض كفاية؟ السؤال الرابع: ما واجب الأمة والدولة والمربين والمعلمين والمرشدين والموجهين تجاه طلبة العلم والمتفوقين في الحصول على هذا العلم؟ وأحاول جاهدا أن أجيب على هذه الأسئلة في هذه الليلة الطيبة المباركة. أولا، آيات كثيرة ومعنا مشايخنا وأئمتنا وعلماؤنا، آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو إلى العلم وتكرم العلماء. لن نتحدث بالتفصيل عن هذه الآيات، ولكني سأقتطف لكم من ثمار القرآن الكريم موضعين اثنين.
الموضع الأول ما قرأه علينا فضيلة الشيخ أحمد أكرمه الله في ختام تلاوته من الآيات الأولى من سورة اقرأ، وكلنا يحفظها، لكن لا بد أن نحاول أن نتأمل وأن نتدبر فيها. أنتم تعلمون أن هذه الآيات هي أول ما نزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سألتني أو سألتك ما أركان الإسلام لأجبت بالحديث الذي تحفظه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل فيها اقرأ أو تعلم؟ لا. إذن لماذا آثر القرآن الكريم أن تكون أول كلمة فيه اقرأ؟ والإجابة بكل بساطة: كأن الله يرسل برقية عاجلة لجميع أتباع هذا الدين ويقول لهم إن الأمة الجاهلة لا مكان لها على خريطة الإسلام. ولذلك أنت تعلم بأن هناك فرقا بين العابد العالم وبين العابد الجاهل. العابد العالم يعلم كيف يعبد، أما العابد الجاهل فربما يريد أن يعبد لكنه يخطئ طريق العبادة. إذا لا بد لأي إنسان يتبع هذا النبي الأمي أن يحاول جاهدا أن يقرأ، فإذا ما فاته أن يقرأ عليه أن يستدرك ذلك في أولاده من أجل أن يقرأ. وقفت كثيرا وكتبت ذلك في بعض مؤلفاتي عن معنى اقرأ، لأن الأمة في حاجة إلى أن تحدد معنى القراءة. يقول العلماء: القراءة هي الأداء اللفظي السليم وفهم القارئ لما يقرأ ونقده إياه وترجمته إلى سلوك يحل مشكلة أو يضيف إلى عالم المعرفة عنصرا جديدا. هذه هي القراءة التي ربما، لأن لا أحد يقطع بمراد الله، التي ربما أراد جانبا منها رب العزة تبارك وتعالى حين بدأ آخر الكتب السماوية بقوله تبارك وتعالى: اقرأ. الأداء اللفظي السليم. ومعنى هذا: إذا أردت أن تقرأ لا بد أن تتمكن من الأداة وهي اللغة التي تقرأ بها. ولذلك الذين يقرؤون في كتب علوم القرآن، وقد أكرمنا الله بتحقيق كتاب البرهان للإمام الزركشي والإتقان للإمام السيوطي، الذي يقرأ في هذه الكتب يجد أن الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لا يقرئ القرآن إلا عالم بالعربية. أي واحد حيعلمنا القرآن يقرأ القرآن أو يقرأ الآخرين القرآن لا بد أن يكون عالما بالعربي، لأن القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى القراءة هي الأداء
اللفظي السليم. وما علمت أمة تستهين بلغتها مثل أمة اقرأ، مع أن تعلمها اللغة هو وسيلة إلى فهم بعض مرادات الله في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب الناس يقرؤون، لكن هل يفهمون ما يقرؤون؟ هنا يأتي الأمر الثاني، أنك تقرأ قراءة صحيحة سليمة، وبعد ذلك تحاول أن تفهم ما تقرأ. وهل كل ما يقرأه الإنسان يجب عليه أن يحتفظ به؟ لا، هناك قراءات قد تكون مفيدة، وهناك قراءات في أمور أخرى قد لا تكون مفيدة. ومن هنا يأتي أو تأتي المرحلة الثالثة، اللي هي نقد القارئ لما يقرأ. طيب بعد ما نقرأ، يبقى احنا أدينا أداء لفظيا سليما، فهمنا القراءة التي نقرأها، نقدنا القراءة، ميزنا بين الجيد وبين الرديء، نقدنا ما نقرأ. بعد ذلك لا بد أن نحول ما نقرأه إلى سلوك في حياتنا، وهذا لكي نرتقي بقضية التعليم والتعلم، هو بعض ما أراده ربنا حين قال تبارك وتعالى في أول كلمة صافح بها أمين السماء أمين الأرض: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا يأتي سؤال ثالث: هل الأمة الإسلامية تقرأ لتتعلم أو تتعلم لتقرأ؟ لو سألتني عن سر المشاكل التي تعيش فيها الأمة العربية والأمة الإسلامية لقلت لك إن السبب الآصل والآكد في جميع المشاكل التي نئن منها أننا نتعلم لنقرأ. يبقى القراءة هي الغاية. أما الأمم الأخرى التي تقدمت وتحضرت وارتقت ووصلت إلى القمر وإلى ما وراء القمر، فإنها تقرأ لتتعلم. يعني القراءة وسيلة هل هناك فرق؟ ما زلنا نتأمل في الآيات، هل هناك فرق بين العلم عند أمة الإسلام وبين العلم عند الأمم الأخرى؟ الإجابة نعم. الآية بتقول إيه؟ اقرأ باسم ربك. فأنت كمسلم بتتعلم وبتعلم أولادك باسم منهج سماوي لا علاقة له بالأرض. أما الأمم الأخرى التي تعنى بالحضارة المادية فإنها تقرأ بمنهج أرضي لا علاقة له بالسماء. ولذلك فلتتعلم أنت أو أنا أو نعلم أولادنا الطب أو الهندسة أو الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الدين أو اللغة أو أي شيء، لكن بعد ما الواحد يحصل على البكالوريوس أو الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه أو أعلى درجة علمية درجة أستاذ، يسأل نفسه هذا السؤال: هل استخدمت ما تعلمته من ألوان العلم في خدمة دينك
وفي خدمة عقيدتك، ولكنت كنت بتتعلم فقط من أجل أن تسترزق، لأنك أنت عارف بأنك أنت يوم القيامة ستسأل عدة أسئلة، من بين الأسئلة دي عن علمه ماذا عمل فيه. انت تعلمت العلم، الطب هل استخدمت الطب لخدمة الدين؟ الفلك استخدمته للدين؟ الهندسة تعلمتها لخدمة الدين؟ اي لون من الوان العلم؟ ده بيؤدي الى النتيجة التي اريد ان اقولها الان، وهي ان العلم في الاسلام وسيلة لغاية. اما العلم عند الامم الاخرى فانه غاية في حد ذاتها، ولذلك الامم الاخرى الواحد العالم فيهم بينتهي من التجارب بتاعته العلمية، وبعد ذلك ربما يجلس في برج عادي لانه عالم لا علاقة له بالمجتمع ولا علاقة له بالناس. انما العالم عند أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتبر العلم وسيلة لغاية. الغاية بتاعتنا كمسلمين في هذه الوسيلة ايه؟ ان نفهم بعض مرادات الله في القرآن، وان نفقه سنة المصطفى العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع الآية الأولى. ربنا بيقول فيها ايه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. يجي علماء التربية وعندهم عشرات المواد في التربية الاجتماعية، التربية الخلقية، التربية الدينية، التربية الجسمية، التربية الرياضية، كتب كثيرة جدا في قضية التربية. يا ترى يا علماء التربية، هل أنتم الذين اخترعتم القضية التربوية، أو أن ربنا تبارك وتعالى أشار إلى قضية التربية في أول آية من آيات القرآن الكريم؟ طبعا ربنا قال اقرأ باسم ربك، وكان ممكن يقول اقرأ باسم الله، اقرأ باسم العالم، اقرأ باسم الخالق، لكنه أصر على أن يقول اقرأ باسم ربك، عشان يقول لك أهم شيء بالنسبة للقراءة التي هي مفتاح التعلم أن تقرأ باسم ربك الذي رباك وتعهدك بجميع ألوان التربية حتى صرت بشرا سويا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وحتى الملاحدة وغير الملاحدة ما فيش حد أبدا ادعى أنه خلق. قد يكفرون بالله والعياذ بالله، قد يشركون مع الله آلهة أخرى، لكن أحدا أبدا لم يدعي أنه خلق. لذلك ربنا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. خلق الإنسان من علم. وكلمة الإنسان في القرآن الكريم لها معاني متعددة، كل معنى يحدده السياق الذي وردت فيه. خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة تانية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن المفارقات العجيبة بأن الآيات بعد ذلك التي كانت من أوائل الآيات التي تنزلت في القرآن المكي، سورة نون
والقلم وما يسطرون. تحدث فيها ربنا. بعض المفسرين زي ما مشايخنا عارفين بيقولوا نون من معناها الدواء، لإعداد الأداة التي نكتب بها. والقلم أصر على أن يذكره، وما يسطرون بالكتابة، في أداة وفي قلم وفي كتابة، وفي أول آية هناك قراءة وهناك دع الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ليه؟ لأنه قال لنا في القرآن زي ما أنتم عارفين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعد كده أوجد لك وسائل الإدراك وجعل لكم السمع والأبصار بهذا الترتيب. لأن كل الأطباء وأنتم عارفين أول ما الولد بيتولد بيسمع ولا يرى، يبقى لازم يقول وجعل لكم السمع الاول، وبعد فتره بيبصر اللي هو لسه الولد لسه مولود، بعد فتره يحددها الاطباء يبقى والابصار، لما يشب يبقى والافئده التي نعقل نعقل بها لعلكم تشكرون. وكل لعل في القران الكريم وكل عسى واجبه، يعني معناها وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتشكروا. تشكروا يعني أنا والمشايخ وانتوا. كان لما الخطيب زمان يطلع المنبر ويقول الحمد لله، الناس وف حمدي والشكر لله، ويطلع بره من الجامع بعد ما يصلي يعمل اللي هو عايزه. هذا شكر سلبي. وانا قريب جدا قلت في بعض اللقاءات الاعلاميه بان الاسلام لا يرحب ابدا بالقيم السلبيه. واحد يقول انا شاكر لكنه لا يشكر شكرا حقيقيا لاني مش فاهم معنى الشكر يعني، ومهمه التربويين والتعليم والدعاء والوعاظ والأئمة والخطباء والأباء وكل من بيدهم قضية التربية، إنهم يفهموا الناس الإسلام وقيم الإسلام فهما صحيحا كما فهمه السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. الشكر الإيجابي أن تؤدي حق الله وحق عباد الله فيما أعطاك الله تبارك وتعالى من نعم. دي لمحات بسيطة حول الآيات الخمس الأولى من سورة العلق التي كانت أول كما تعلمون جميعا ما تنزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده وأنا معي وأؤكد المثقفون والتربويون ورجال العلم ورجال الدين والثقافة، أقول هل هناك في الإسلام منهج تربوي تعليمي؟ الإجابة نعم. ومن ساعة ما كنت أنا في سنة أولى في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر كان يدرس لنا كبار العلماء والمشايخ، وأؤكد أيام أن كان العلم علما. فمن ضمن اللي درسوه لنا درسوا لنا موضوعا في القرآن عنوانه رحلة في طلب العلم، أو العنوان الآخر محاورة بين طالب وأستاذه. رحلة في طلب العلم أو محاورة بين طالب وأستاذ. أنا مش هقول لكم الآن ما حدود العلاقة الآن بين الطالب وبين الأستاذ، ما الصفات التي يتفرد بها الأستاذ الآن والصفات التي يتفرد بها الطالب للحضار في العلم. وصل إلى درجة كبيرة جدا. ليه؟
أسباب كثيرة جدا قد نأتي على بعض. القضية دي بتاع المنهج التربوي التعليمي هقول لكم الآن وستعرفون جميعا بأنها وردت في قصة موسى والخضر عليه السلام في سورة الكهف. وأنا مرة تحدثت عن القصص القرآني في سورة الكهف. أنا عايزكم تتحملوني شوية لأن العملية قد تطول. قصص القرآن في سورة الكهف علماءنا الكبار اللي فهموا الدعوة الإسلامية فهما الحقيقي قالوا إن القرآن له خمسة موضوعات رئيسة. الموضوعات الخمس في القرآن الكريم قالوا فيه خمس موضوعات كبار بيدور حولها القرآن الكريم. موضوع الأول الله، الحديث عن الذات العلي. الحديث العنصر الثاني او المحور الثاني الكون. ربنا امرنا في ايات كثيره في القران ان نتدبر في الكون. الموضوع الثالث هو موضوع القصص القران. الموضوع الرابع هو موضوع التربيه والتشريع. الموضوع الخامس الحديث عن الدار والاخره. خمس موضوعات عني بها القرآن الكريم. كل ما ورد في القرآن بيندرج تحت هذه الموضوعات الخمس. قال لك أكبر المحاور في القرآن الكريم هو محور القصص القرآن. ليه؟ لأن ربنا بيذكر لنا الأمم التي سبقت وعملوا إيه مع الرسل والذين كذبوا الرسل، ماذا حدث لهم وماذا حق عليهم من عذاب وما إلى ذلك، عشان خاطر نعتبر ونتعب. وانت عارف ان هو قال في آخر آية من سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه إلى آخر الآية. من القصص القرآن أربع قصص وردوا في سورة الكهف، منها قصة موسى والخضر اللي احنا دلوقتي لما بنتكلم عن الإصلاح في مصر أو في العالم الإسلامي نقول إن احنا محتاجين إلى الإصلاح في كل شيء، لكن يأتي في المقدمة التعليم والصحة. لأن إذا إحنا تعلمنا والحمد لله، وياما تعلمنا على يد أساتذة جهابذة، إنما الآن التعليم فيه هزة كبيرة وفيه تراجع في المناهج، في المعلم، في الطالب، في كل شيء. وكذلك الصحة، صحة الناس أيضا في تدهور. فإحنا عايزين الدولة ترتقي والعالم الإسلامي يرتقي، لابد أن يعنى بكل شيء. في مقدمة الأشياء التي يجب أن نعنى بها قضية التعليم وقضية الصحة. وأنا مرة قلت على المنبر في بلدنا وأنا لسه بوتيت، معلش أستخدم بعض التعبيرات، صغير يعني مش كبير، كنت بقول لهم لو واحد عنده عزبة وباعها من أجل أن يربي أولاده تربية صحيحة ويعلمهم العلم الصحيح هو الكسبان. لأن العزبة أنا هعمل بها إيه؟ أنا هموت وهسيبها للعيال. إنما لما تسيب ولد صالح هيدعو لك بعد أن تنتقل وهيبقى له أثر في تعليم أبناء الأمة، يبقى ده خير لك من الدنيا وما قصة موسى والخضر. طبعا لو تكلمنا فيها هنتكلم من هنا مثلا لغاية السنة الجاية، لكن هنقول لمحات بسيطة عشان نرسل روشتة باللغة بتاعتنا لأي إنسان أب بيعلم أبنائه، ولأي معلم ولأي متعلم. قصة بتبدأ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. خدت بالك ايه اللي حصل؟ بيقول لك سيدنا موسى طبعا باعتباره رسول اهل زمانه لابد ان يكون اعلم اهل زمانه. وفي حد يبقى في زمن فيه رسول ويبقى هو اعلم من الرسول؟ لا
فخطب يوما خطبة فصيحة بليغة. كل كتب أسباب النزول بتقول كده. فلما خطب واحد من الناس قام قال له ما أفصحك، أعجب به، قال له ده خطبة ما فيش حد خطب زيه. فكأن سيدنا موسى يعني انبسط من هذا من هذا القول. فربنا قال له طب لا، أنا هعلمك وهعلم الناس كلهم، لأن مهما بلغت من العلم فإن هناك علما آخر أنت لم تتعلمه، ولازم تروح للراجل اللي عنده العلم الثاني ده اللي سماه القرآن علم لدني، علم غيبي، لازم تروح له عشان خاطر تتعلم منه هذا العلم. وده يدل على ايه؟ على اننا سأظل عالما، انا او اي حد من مشايخنا او منكم، سيظل المرء عالما ما طلب العلم، فاذا ظن انه علم فقد جهل. واحد تاني يتعلم لغاية لما ايه؟ مش كده ولا ايه؟ انما خلاص مولانا، ولذلك مشايخي في مجال الدعوة رحمهم الله قالوا اوعى تفكر لما تروح تتكلم مع الناس ان الناس عارفين فلان الفلاني وده جاي هيتكلم، لو قال اي حاجة الناس هتسمعه وهتنبسط. طبعا ده كلام ما ينفعش. ولما تيجي طالع على المنبر للمرة المليون لابد ان تتواضع وان تستأذن من سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعتقد انك انت كل مرة بتطلع اول مرة، لان من الممكن تكون علم، تقول علم الدنيا والاخرة لكن الناس لم يتأثروا بهذا العلم. وقال لي ايه كمان عشان برضو نتعلم ومشايخنا يعرفوا، بان لابد ان تقدم بين يدي لقائك بالناس طاعة لله تبارك وتعالى، وخاصة لما تيجي تخطب الجمعة. يوم الجمعة بقى زي ما شيخنا الشيخ محمد عارف، الواحد لابد ان يؤدي الصلوات في اوقاتها، وبعد كده السنن والاذكار ومش عارف ايه، ويقول يا رب ان انا اقدر اقول كلام يتوافق مع القرآن والسنة، وربنا يهديني ويهدي ولو رجل واحد طول العمر اللي حي. الواحد هيعيش 60 سنة 70 سنة، لو ربنا هدى بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيه. سيدنا موسى ربنا قال له بأن هناك واحد في المكان الفلاني مجمع البحرين، طبعا الرأي الراجح أنه الخضر عليه السلام، هيبقى موجود في المكان الفلاني، وانت روح عشان خاطر تتعلم منه ليه؟ منه العلم. فوصل إليه، أنا طبعا بأختصر القضية، لغاية لما القرآن الكريم بيقول لنا بأن موسى التقى مع الخضر عليه السلام. هتلاقي يوشع ابن نون اللي هو فتاة ذكر يمكن مرة ولا مرتين، وبعد كده اختفى تماما، وبقى الحوار دايركت مباشر بين مين؟ بين سيدنا موسى وبين الخضر. هأستسمحكم في أننا أستخدم حوار بين الطالب وبين الأستاذ. الحوار بيبدأ بيه، قال له موسى. ما انا عايز الناس، انا مرة دعيت لمؤتمر وقلت الكلام ده اكثر من مرة في الرياض، اسمه مؤتمر تدبر، يعني تدبر ليه؟ القرآن. ودلوقتي بيعقدوا مؤتمرات في كل مكان، تحديث الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني، مش عارف ايه الكلام ده كله 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 كله، وايه النتائج انا لا ادري. لكن القضية ان لما دعيت لهذا المؤتمر للتعليق على ابحاثه في الرياض، قلت إن الأمة الإسلامية قد بلغت قمة رشدها حين تعقد مؤتمرا عنوانه تدبر. ليه؟ لأن أنت في بلدنا وبلدكم في مصر كلها والعالم الإسلامي بيتذكر الناس القرآن، إما يكونوا بيصلوا وإما واحد يموت عشان خاطر نستمع إلى القرآن، وإما أن نستخدمه شفاء، وكل ده وارد. لكن أهم حاجة أنك أنت لو انت قعدت في ليلة تتدبر كلمة من كلمات القرآن، الآثار وردت بتقول خير من أن تصلي ألف ركعة.
ألف إيه؟ ألف ركعة. خلي بالك، والجماعة اللي كانوا خايفين على القرآن ويقولوا القرآن بيحرق مش عارف في كندا، والقرآن مش عارف بيوداس بالأقدام فين، والمسلمين بيهاجموا وبيسألونا في وسائل الإعلام. قلت لهم أنا مش خايف على القرآن، القرآن ربنا تكفل بحفظه. أنا خايف على شباب الأمة اللي انقطعت علاقتهم بالقرآن، وهناك فجوة كبيرة بين الأمة وبين القرآن، وناس يحرفون معاني القرآن، وناس يأخذون من القرآن جزئية ويقول له هذا هو الإسلام، ويتركون الإسلام ككل. طبعا ده كله ناس يحتاجون إلى مراجعة مرة أخرى في علاقتهم مع كتاب الله. لو القرآن الكريم هنا قال موسى ولم يقل قال له موسى. علماء الإعجاز اللغة، وأنا ربنا شرفني بأن أكتب في الإعجاز اللغة في القرآن الكريم، قالوا لو قال قال موسى كنا حنظن ولو 10% بأن موسى أرسل فتاه إلى الأستاذ ولم يذهب هو مباشرة ليتلقى العلم عن الأستاذ. فلازم القرآن هنا يا مشايخ يقول إيه؟ قال له موسى، ليدل على أن موسى طلب العلم مباشرة من الإيه؟ من الأستاذ. يبقى أنا عايز أطلب العلم، يبقى أنا ما رسلش أستاذي ولا بعت واحد يسألني عن مسألة من مسائل العلم، المفروض أن أنا أطلب العلم مباشرة من الأستاذ، لأن القضية مش قضية أن هيعلمني مسائل علمية من الممكن أقعد في البيت وأقرأ عشرات الكتب، إنما الخبرة العلمية، الخلق بتاع العالم، التربية اللي هعلمني بيها سيدنا ولا شيخنا ولا أستاذنا، لا يمكن أنا أتعلمها إلا من خلال اللقاء المباشر بين الطالب وبين الأستاذ. ولذلك قال ربنا هنا قال له موسى، يبقى أطلب العلم مباشرة ممن يعلمه. قال له إيه؟ قال له علمني؟ لا. قال له هل أتبعك؟ وما قالش أتبعك، لأن في إعجاز في الحركة في القرآن القديم، يقول له هل أتبعك على الاستعلاء أن تعلمني مما علمت؟ ما قالوش، ما هو في واحد ممكن يجي يسألني يقوم يسألني 10 أسئلة، حرام عليه. ده أنت لو حصرت الأسئلة في القرآن الكريم التي وجهها الصحابة برسول الله، وأنا عملتها في برنامج مرة في رمضان، يسألون هتلاقيهم زيادة عن 15-16 سؤال، لأنهم كانوا مؤدبين. طب لما يعودوا يسألوا عن حاجة، كانوا ينتظرون الأعرابي يأتي من الصحراء ويسأل الرسول والرسول يجاوبه، وهم يستمعوا إلى إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت لما تيجي تتعلم من معلمك ما تاخدش منه كل حاجة مرة واحدة، ولكن خذ منه بعض العلم، وانتظر بقى للقاءات أخرى من أجل أن تتعلم منه إيه؟ مسائل أخرى. وده يدل عليه قول الله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما، ومن هنا للتبعير مما علمت، وبعدين إيه؟ رشدا. رشدة دي لوحدها في القرآن ينكتب فيها مجلدات. ليه؟ لأن غاية العلم هو الرشد، هو الخير، منفعة الفرد، منفعة المجتمع، منفعة الدولة، منفعة العالم الإسلامي، منفعة العالم. ده يأتي من قوله تبارك وتعالى إيه؟ رشدة. طيب لما طالب يجي عشان خاطر يتعلم مني، ما واجب المعلم؟ وده بنعلمه لأبنائنا في الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. يا بني أقول له لما تدخل أول محاضرة أو الأستاذ يدخل في المدرسة أول حصة على تلاميذه، يقول لهم المنهج اللي احنا هندرسه عنوانه كذا، هدرس لكم كيمياء ولا فيزياء ولا أحياء ولا نحو ولا صرف ولا بلاغة، ويقول المنهج بتاعنا كذا وكذا، وعندنا كذا موضوع
خدت بالك؟ وده حيتطلب منكم ان كنتوا تصبروا على طلب العلم. يبقى اول لقاء بين الاستاذ والطلاب لابد ان يوضح له المنهج التربوي التعليمي. فسيدنا موسى قال له انت موسى بني اسرائيل؟ يعني انت رسول بني اسرائيل؟ قال له اي. عايز تتعلم مني العلم اللي عندي وما هوش عندك، وانت عندك علم ما هوش عندي؟ قال له اه. قال له انك لن تستطيع معي صبرا. فسيدنا موسى استغرب، يعني ده أنا جاي عشان خاطر قطعت الفيافية والكفار، عشان خاطر آلي أتعلم منك؟ ربنا أمرني أن أتعلم منك لأنك عندك علم ما هوش عندي، فأنت متوقع أن أنا مش أصبر؟ قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. العلماء بقى خدوا من المعنى إيدي دائي، قالوا أي طالب علم يحتاج إلى الصبر، بل يحتاج إلى الاصطبار. وطبعا في فرق بين صبر وبين وبين الصبر. وراح الشاعر اخذ هذا المعنى، وحيفرح الشباب بتوعنا شويه، ربنا يكرمهم جميعا بحياه اجتماعيه سعيده. ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطو بالحسناء يصبر على البذل، ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله. يبقى العلم عايش مسعايل السندوتشات اللي احنا بنعملها دلوقتي. وطبعا انت عارف وانتشار الدروس الخصوصية، والاب فينا عايز ابنه يحصل بفضل الله على اعلى الدرجات ويديله حتى في الرسم. لو كان في دروس هياخد. وطبعا احنا ما لا نحط من قيمة اي علم، كلها علوم، لكن بندي للاولاد ونصرف ميزانية البيت واللي بيحصل علشان خاطر الولد ده عايزه يبقى ايه؟ يبقى حاج، له وضع يعني في المجتمع ويبقى له قيمة. يبقى الامر لا يحتاج الى صبر، وانما يحتاج الى ايه؟ اصطبار. ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء. انت عايز تاخد واحدة جميلة ومؤدبة وبنت ناس، يبقى ادفع. الغاوي نقض بايه؟ بطاقيته. ومن يخطب الحسناء يصبر على ليه؟ على البذل. ومن لا يذل النفس، وهو طالب العلم ده اللي عايز يتفوق ويوصل لأعلى الدرجات ويصل إلى أعلى الكليات، يبقى لازم يصطبر ولازم يذل نفسه في طلب العلم. ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعيش دهرا طويلا أخايه أخذ. ولذلك سيدنا موسى قال له ستجدني إن شاء الله صابرا وفوق ذلك ولا أعصي لك أمر. فسيدنا الخضر اللي هو المعلم اشترط عليه شرط، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ده شرط أساسي. هنا بقى العلماء قالوا الطالب حاجات اللي احنا افتقدناها إلا من عصم ربه، لابد أن يكون مؤدبا، ولابد أن يكون محترما، ولابد أن يكون متابعا لمعلمه الذي يثق فيه تبعية علمية مطلقة. ولذلك أنا كنت مرة في كليات التربية وقلت لهم يحسب علماء التربية أن قضية التربية من بنات أفكار العصر الحديث؟ لا لا لا، ده القرآن الكريم أشار إليها منذ أكثر من 14 قرنا من السنة. يبقى طالب العلم لابد أن يكون مؤدبا، لابد أن يكون محترما، لابد أن يكون طائعا لأستاذه ومتبعا له تبعية علمية مطلقة. وده منهج ليه؟ القرآن. طيب المعلم لابد أن يكون واثقا من علمه،
علم. ومشايخنا زمان علمونا وعلموكم واساتذتنا بقال لي مش مهم يبقى عندك 20% من العلم، لكن المساله اللي انت هتروح تتكلم فيها او المحاضره او الحصه المفروض انك انت تبقى هاضمها هضما جيد عشان تروح تقول للاولاد كلام علمي صحيح. كده ولا ايه؟ يبقى لابد ان يكون المعلم واثقا من علم، ولا بد ان يعامل طلابه بالرحمه، ولا بد ان يرفع لهم قدرهم، ولا بد ان يكون للطالب المعلم بالنسبه للطالب كالاب بالنسبه للاولاد. ستجدني ان شاء الله، وانت عارف في سوره الكهف برضه، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. طيب اتفقوا سوا؟ نعم زي ما القران الكريم بيقول برضه، انا باخد رؤوس اقلام. فانطلقا اللي هو سيدنا القدر وسيدنا موسى. حصل ثلاث حاجات زي ما انتم عارفين، حتى اذا ركب في السفينه خرقها. الله، ده هم عايزين يركبوا السفينه عشان يوصلوا لمكان معين، وبعد كده الراجل صاحب السفينه عرف سيدنا موسى فركبهم معاه بغير نول، يعني مش هياخد منهم اجره. بعد ما ركبوا معاه سيدنا الخضر جه على لوح من الواح السفينه وراح جاي خرق هذا اللوح. الوضع الطبيعي ان الميه هتطلع وان السفينه هتغرق. يبقى هنا منكر. ومع ان الاستاذ اشترط على الطالب، ان هو يصبر وما يعترضش على اي حاجه، الا ان سيدنا موسى باعتباره رسولا عرف ان فيه منكر ولا بد ان ينهى عن المنكر، ولذلك قال له اخرقتها، استفهام استنكاري مش كده ولا ايه؟ بتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. طيب هنا بقى خرق الاتفاق ولا لا؟ خرق الاتفاق. قال له مش انا قلت لك انك انت لن تستطيع معي صبرا؟ قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عصر. ماشي. يبقى المره الاولى كان موسى ناسيا المنهج اللي اتفق عليه ان هو يصبر على طلب العلم، فلما نسي اعتبر. وسيدنا الخضر اللي هو الاستاذ قبل منه الاعتذار. بعد كده فانطلقا، لقى شوية غلمان واجمل واحد فيهم ما تقدرش تفتح انت في وشه من جماله، راح جاي واخده وحز رأسه. ده منكر ولا مش منكر في الظاهر؟ منكر. سيدنا موسى بقى المرة دي لم يكن ناسيا وانما كان متعبدا. قال له يا راجل اقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني بغير ذنب، لقد جئت شيئا نكرا. لو احد مشايخنا قعد مره يتدبر ويتفكر ليه كانت امره في الاول وكانت نكره في الثاني، حيتنيه يستغرق عده سنوات. وهل يمكن ان انا اشيل امره من هنا واحطها مكان نكره، ولا نكره من هنا احطها مكان امره؟ لا ابدا. ليه؟ لان الامره هو الشيء الفظيع، النكره هو الاشد نكارة فضاعة. ولا شك ان قتل النفس هيبقى اشد من خرق السفينة، ومع ان السفينة خرقت الا انها لم تغرق. يبقى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. المرة الأولى قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ إنما المرة الثانية قال له ألم
أقل لك. طب يا مولانا الشيخ محمود بنشيل لك من هنا ونحطها في الأول ونخلي الثانية من غير لك؟ أقول لك لا، لخبراء التربية في العصر الحديث بيقولوا وهم بيعلموا الأساتذة ويدوهم دورات تدريبية، لو الولد غلط في الأول اللي انت بتعلمه وكان ناسيا يجب عليك أن ترفق به وأن تصفح عنه. إنما التلميذ عندك لما يغلط المرة الثانية ويكون متعمدا يبقى يجب عليك كمعلم أن تلومه وأن تعنفه وأن تذكره بالمنهج وبالعلاقة والاحترام والأدب الذي يجب أن يكون بين المعلم وبين الأستاذ. ولذلك هنا في المرة الثانية قال له إيه؟ ألم أقل لك، يعني لك أنت ماشي إنك لن تستطيع ما يا صبرا. قال له قطع سيدنا موسى خط الرجعة. وسيدنا رسول الله بعد كده بيعلق على هذا وبيقول رحم الله موسى، كان بيتمنى أنه يصبر حتى نزداد علما من علم الخضر عليه السلام من هذا العلم اللدني اللي احنا ما احناش عارفينه. طبعا العلم اللدني ده اللي ممكن الناس يتكلموا عنه، ده ربنا لا يعطيه إلا لمن أحب من عباده، لأن ربنا قال آتيناه من لدنا علما، عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ففي المرة الثانية قال له إيه؟ ألم أقل لك إنك لتصعب صبرا. سيدنا موسى قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قطعت إيه؟ العلاقة العلمية، قد بلغت من لدني عذرا. رقم ثلاثة فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، طبعا بإذن الله لا هي أبو رأب ولا هي جريس لأن الناس هنا كرام، ولكن جه القرية لا ولكن جه قرية يقولون إنها تقريبا أنطاكية إن صح التفسير. وقالوا إيه؟ وقالوا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، بقى ما فيش ولا واحد في البلد بنولها لاخرها يقدم لهم حتى شربة مية. أبوا أن إيه؟ أن يضيفوه. إنما هنا فيه ضيافة على أعلى مستوى، فايف الصار الشيخ شعبان بيقول فايف الصار. أبوا أن يضيفوهما، إيه اللي حصل؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، يعني حائط مائل حاين هدم، فراح جاي قايل خليك معايا يا موسى وساعدني، وراح جاي اعاد بناءه مره اخرى. فسيدنا موسى يقول له بقى الناس دول طلعوا ابقى خلق الله، طلبنا منهم ان هم يضيفونا واحنا ميتين من الجوع ومن العطش وما فيش ولا واحد ضيفنا عندك، تقوم انت تعمل فيهم خير وتهد الحائط وتبنيه مره اخرى؟ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. ناخد كده قرشين ولا حاجه عشان خاطر ناكل ولا نشرب ونروح اي مطعم بقى في اي مكان قال له هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم الناس بقى اللي انت عارف الناس اللي بيتكلموا في الدين ويقولوا مش عارف ايه والقران، يا جماعه كونوا امه القران، افهموا القران، تدبروا القران، انشغلوا بما هو اهم. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ألا أنت تستفيد من الكلام ده؟ افعل الخير لذات الخير ولا تنتظر أجرا ممن فعلت معه هذا الخير. اللي بيترجموها ويقولوا ايه؟ افعل الخير في اهله وفي غير اهله، فان اصاب اهله فهم اهله وان لم يصب اهله فانت اهله، لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق لانك انت اخليت بالمنهج، فيبقى هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع.
طع علي الصلاة. وبعد كده قال هذه المعاني كانت ثقيلة على نفس سيدنا موسى ولا كانت خفيفة؟ كانت ثقيلة بالتأكيد. ده هو لما يخرق السفينة ومع هذا فالسفينة لم تغرق. لما يلاقي ولد من أجمل خلق الله وبعدين يخطو ويموته يقتله، ده منكر في الظاهر ولا لا؟ لما ناس ما عملوش معاهم خير وهو بيعمل معاهم خير، خدت بالك؟ لم يصبر سيدنا موسى فقال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. أنا بأكد أهو تستطع عليه صبرا. وبعد شوية حيقول له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أقول لك كده، شيل تستطع وحطها في الأول، وشل تستطع وتحطها في الآخر. أنا قلت 100 مرة لو ربنا وكل القرآن إلى أمة القرآن لضيعوه من زمان. وانت عارف مفيش أمة على مستوى العالم مفترقة الآن وباسم الإسلام غير أمة القرآن. إنما آد القرآن ربنا تكفل بحفظه وقال لهم أنا جربت الناس اللي قبلكم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكنهم فرطوا وحرفوا وبدلوا وغيروا. إنما القرآن ده خاتم الكتب السماوية ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أنا بقى اللي هتكفل بحفظه، فما تخافوش لو بلاد أحرقته، لو داسته قاتلهم الله، لو عملوا معاه أي حاجة. إنما أنتوا علاقتكم بفهم القرآن الصحيح ايه؟ انتوا فاهمين القرآن؟ فاهمين السنة ولا لا؟ ولا كل واحد بيفهم على مزاج ويفتي الناس على مزاج؟ ممكن الحرف ده التاء، مع ان انا راجل بتاع معاجم لغوي واخد دكتوراه في المعاجم اللغوية، المادة اللغوية واحدة طاء واعاء بتاع تستطع وبتاع ايه تستطع. انما ممكن اشيل التاء الحرف من هنا واحطه هنا ويبقى دام حرفه دام غير حرف لا. ولو حصل هذا في هذا الحرف هنقول ليس هذا قرآنا من عند ربنا وإنما حرفه الايه البشر. ليه؟ قال لك لما كان المعنى ثقيلا ثقل اللفظ. اما يبقى المعنى ايه؟ تقيل. واحنا بندرس ده عندنا في فقه اللغة اسمه مناسبة اللفظ للمعنى. اللي الناس بتوعنا اللي هم اسكتوا بارلو فرنسي اللي معانا بيقولوا بأن كونفينابل، كونفينابل يعني المناسبة بين اللفظ وبين ايه وبين المعنى. واللغة العربية لغة حكيمة وهي لغة القرآن. لما يبقى المعنى تقيل يبقى اللفظ تقيل، المعنى خفيف يبقى اللفظ ايه خفيف. ايه اللي حصل بعد كده؟ ما انت حافظ. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الإجابة على السؤال ليه الأولاني. السؤال الثاني، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. في علم الله الأزلي بأن الولد ده لو كبر هيبقى سبب في كفر أبويه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يا شيخنا الشيخ محمد بيقولوا أبوهما ده الجد السادس، يبقى صلاح الآباء وإن علوا ينفع الأبناء وإن سفلوا. لو جدك السادس كان صالح الصلاح بتاعه هينفع، وانت رقم ستة من ايه من احفاد، وكان ابوهما ايه صالح. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. بعدين وما فعلته عن امري، لان انا من الممكن اقول لك علم الدنيا والاخره وبعد كده اطلع من هنا وانت تفكر ان الكلام ده من عندي انا، ده انا اللي بقيت عالم العلماء. انما بقول لك فين الامانه العلميه.
وأنا بقول للعالم الإسلامي كله الآن، نحن الآن نقلة للعلم عن العلماء، ولم نضف إلى العلم جديدا، وليتنا نحسن النقل عن العلماء. يا ريت احنا بننقل عن الآخرين، إنما ابتكرنا حاجة عملنا حاجة زيادة عن اللي هم عملوه. لا لا لا، إنما الأمم المادية الأخرى، الحضارات الأوروبية وغيرها، ارتقوا ليه في الجانب المادي؟ لأن لما بيجي يعمل العلم بيعمله وهو مخلص لوطن وللبلد. إنما هنا بتتعلم العلم عشان تحصل على شهادة، ولا عايز تفك الخط بس وتمشي لمؤاخذة تعرضه وتنأى بجانبك وتقول للناس انك انت عالم في الطب ولا في الهندسة ولا في الدعوة ولا في اي حالة؟ ما ينفع. وما فعلته على امري، يعني كل العلم اللي انت تعلمته ده يا موسى انما هو من عند الله وليس من عندي. يبقى العلماء خدوا من كده الخلق الاجتماعي اللي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللي هو الامانة في أن أسدد كل معلومة إلى من أخذتها منه. وما فعلته عن أمري، وقال له في الآخر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لأن لما أجاب ذلك تأويل ما لم تستطع عليه، لأن خف المعنى بقى، ما هو أجابوا على السؤال الأول وأجابوا على السؤال الثاني وأجابوا على السؤال الثالث، المعنى خف ولا لا؟ لأن الراجل كان متردد وكان متحير وكان بينكر على القدر اللي بيعمله، فلما خف المعنى خف اللفظ. بقيت كلمة واحدة، بعد شوية هتلاقي قصة ذي القرنين اللي ربنا مكنه من البلاد وأتناهم كل شيء سبب فاتبع سببا. من ضمن الحاجات في عالم الإجرام يا جماعة، بأن لما يعوزوا يعذبوا المجرمين قوي يروح مطلعينهم الجبل فربنا بيقول هنا فما استطاعوا أن يظهروا. استطاعوا يعني ما قدروش يطلعوا الجبل، لأن طلوع الجبل فيه مشقة. أنا حسألك، طلوع الجبل فيه مشقة والنقب في الصخر أشد مشقة من صعود الجبل؟ وذلك لما يعوذوا يعذبوا العاتين في الإجرام بيطلعوهم الجبل ويخلوهم ينحتوا فين؟ في الصخر. ولذلك قال تعالى عن صعود الجبل فما استطاعوا أن يظهروا، وقال عن النقب في الجبل وما استطاعوا له نقبا. هنختم بقى علشان خاطر ما نطولش عليه. السؤال الأخير اللي هو بعدين، السؤال الأخير هل كمان لا طبعا الشيطان لا يقرب الايه الانبياء. في فرق بين يوشع ابن نون وبين سيدنا موسى عليه السلام، يبقى في فرق بين الايه النسيان، بدليل انه انساه ايه الماء انسيه الشيطان، وقال المره دي اسلل النسيان لنفسه. ماشي طيب. السؤال بقى الأخير، إيه هو العلم الذي هو فرض كفاية والعلم اللي هو فرض عين؟ هقول كلمة والناس اللي هم مش عاجبهم ما يزعلوش. كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، أول كتاب، لأن عنوان حوله إلى كتب، أول كتاب في إحياء علوم الدين اسمه كتاب العلم. لأن في ناس بيقول لك إيه تصوف المتصوفة والدراويش، ما هم اللي مش فاهمين، الدراويش اللي مش فاهمين ولا المتصوفة اللي مش فاهمين؟ إنما التصوف معناه صفاء ومشاهدة، تخلي وتحلي وتجلي، هو علم القلوب، علم الإيه؟ علم الأرواح. يقول لك ده ناس ذكيرة، ده ناس فتيتة بدور على الفتة وبس.
انما لو فيه ممكن يقولوا كلام غير كده. واحنا عندنا ماده اسمها ماده التصوف، صوف الشرع، وسيدنا الشيخ محمود خطاب السبكي اللي هم يفترون عليه الان كتب كتاب في التصوف الشرعي، وعنده اعذب المسالك المحموديه. والناس اللي مفكرين ان هم علماء دلوقتي هناك يقولوا لا، ده هو تبرأ منه قبل وفاته. ابدا الرجل ما تبرأ ولا حاجه. في حاجه اسمها تصوف شرعي في الاسلام؟ نعم 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 نعم، اللي هو علم القلوب، علم القلوب. الراجل عشان يقول لكم التصوف الحقيقي، اول ما بدأ كتابه هي علوم الدين، كتاب العلم. ولذلك قال لك تعلم كن حديثيا قبل ان تكون صوفيا، ولا تكن صوفيا قبل ان تكون حديثيا. يعني تعلم الحديث الاول وبعد كده خليك صوف، انما تعلم التصوف الاول وانت مش عارف حاجه، وتطوف حول الاضرحه وتقول يا فلان اعمل لي، ما فيش حد بيعمل لحد حاجه كده ولا ايه؟ يبقى افهم الاول القران والسنه وبعد كده تصوف زي ما انت عايز. التصوف الايه؟ الشرعي. انما احنا عندنا فرق وانتوا عارفين، دول بيحاربوا دول، ودول يقولوا احنا المسلمين اللي صح، والتانيين يقولوا لا ده احنا المسلمين الصح، والتالتين يقولوا ده العلماء الازهر دول بتوع سلطه، وناس يقولوا لا ده بتوع اذاعه القران الكريم، دول ماشيين على الهوى. اما انا مش عارف انا نروح لمين؟ انتوا عارفين بقى مين اللي قال اروح لمين ده؟ بقول يمين مش كده ولا ايه؟ خدت بالك؟ العلم، كتاب العلم، الامام الغزالي في بساطه كده قال اداب المعلم واداب المتعلم، والعلم المحمود والعلم المذموم، والعلم اللي هو فرض عين، والعلم اللي هو فرض كفايه. العلم اللي هو فرض عين علم معامله العبد لربه، ده اللي هو فرض ايه؟ عين. لا لا معلش، يعني انا وانت ممكن نقف في الصف والاقي شاب جنبي والله معاه بكالوريوس او ليسانس، لو ارى الفتح يبقى كويس. ان من يبقى قاعدين في التشهد بيعمل ايديه كده وكده وكده، الواد حافظ التحيات مش حافظ، وشباب ومعاهم شهادات جامعيه، وانا عندي ناس ماجستير ودكتوراه وطلع له اخطاء في القران وفي اللغه وفي كذا وكذا، 60 70 100 خطا، وهياخد دكتوراه بعد شويه وهيبقى زميل. ده ليه؟ يبقى فيه مشكله في المنهج التعليمي والتربوي، ويبقى البيوت معلش يعني انا ما بقولش لاي حد، البيوت ما ربتش الابناء تربيه اسلاميه صحيحه. واحنا دلوقتي اولادنا طلعوا من ايدينا، لان الفيسبوك والعالم كله في غرفة نوم وقاعد عليه هو النهار، والسيئات في وسائل التواصل الاجتماعي اكثر من الحسنات. هم عاملين وسائل التواصل الاجتماعي عشان خاطر الناس ترتقي، انما احنا بقى والشباب والفتيات وبتاع بيعملوا ايه؟ انت عارف اكتر منهم مش كده ولا ايه؟ العلم الذي هو فرض عين، علم معاملة العبد لربه. ان انا بقى اعلم ابني، يا ابني تصلي ازاي، تصوم ازاي، تغض طرفك ازاي، مش عارف كل حاجات الامور الاساسيه بتاع الدين اللي كانوا وانا وانتوا في ابتدائي بيعلمونا الحديث بتاع سيدنا عبد الله بن عباس، احفظ الله ايه؟ يحفظك العقيده، احفظ الله تجده ايه؟ تجاهد. مش كده ولا احنا دلوقتي بقى عندنا بيقولوا ملحدين والعياذ بالله، ملحدين، خدت بالك؟ يعني ما يعرفوش لا رب ولا دين. وده جاي منين؟ ما ان احنا مش فاهمين الاسلام، ولاقيين ناس يفتون في دين الله عز وجل بغير علم، وكل حاجه ينسبوها يقولوا الاسلام الاسلام الاسلام. ايه يا حبيبي؟ وانت فاهم الاسلام؟ ده انت اشد خطرا على الاسلام من اليهود، من غير المسلمين. خدت بالك؟ العلم الذي هو فرض عين، علم معامله العبد لربي، عقيده وشريعه والحاجات دي، الحاجات الاساسيه في الدين. العلم الذي هو فرض كفاية الذي لا قوام للحياة إلا به، زي إيه؟ علم الطب وعلم الحساب، ده مثال يعني زامبل. علم الايه؟ علم الطب وعلم الايه؟ وعلم الحساب، اللي هي فرض كفاية. انت عارف فرض عين يعني ايه؟ مشايخنا عارفين اللي هو لازم الكل يعمله،
إنما فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين. يعني لازم في كل بلد يبقى فيه أطباء ويبقى فيه بتوع رياضة ويبقى فيه مهندسين ويبقى كذا. لو ما فيش يبقى الكل يأثم. كل إيه؟ كل طيب 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 طيب. هو ابننا ده ربنا يكرمه دكتور أحمد بإذن الله، كيف وصل إلى هذه الدرجة والتفوق؟ بالتأكيد كان وراءه بيت 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 أب وأم وإخوة وأعمام بيهتمون به، لأن ليس المهم إنك أنت تحصل على شهادة، ولكن المهم أن تطلب معالي الأمور. تبقى معلش يعني الناس هيقولوا الشيخ تفرمج، تبقى هوت باراج يعني فوق. خدت بالك تطلب معالي لإيه؟ الأمور. مش كده مش كده مش كده. الطب ده انتوا عارفين بأن واحد جه أسأل أحد الفقهاء وقال له كتابكم يعني القرآن الكريم لم يذكر في الطب شيئا. قال له ازاي؟ قال له ده ربنا ذكر الطب في ثلاث كلمات، وأنا دلوقتي طبعا صارف حوالي 20,000 أو أكثر عشان الثلاث كلمات دول اللي هو وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كده المعدة بيت ايه؟ الداء. وبيقول لك إذا وجدت بطة، معذرة، واحد مكرش فتأكد إن حواليه مئات الفقراء من قرايبه لم يعطيهم زكاة مال، لأن بيحط في كرشه بس. يبقى بطنة الغني مسؤولة عن جوع الفقراء. كده ولا إيه؟ كده ولا لا؟ طيب يبقى القضية قضية إيه؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ثلاث كلمات فيهم الطب. والله لو طبقها الناس لأغلق الأطباء عياداته والمستشفيات تغلق أبواب. إنما إحنا ساعة ما يجي أذان المغرب خاصة في رمضان نجاهد في الله حق جهاده، ويبقى شعارنا زي شعار جهنم لا نبكي ولا نظر. والمشايخ مش عارف جابوا حكايه الاناء يستغفروا للعيق منين. انا مش عارف ولذلك بقى واحد مش من هنا برضه مش من بلدنا مره عزم جماعه، بس جماعه كانوا مشايخ محترمين. هقولها بعد ما اقول الحديث الثاني ده. الراجل برضه بيسال الفقيه بيقول ان نبيكم لم يذكر في الطب شيئا. قال له ده نبينا قال حديث واحد هو الطب كله. قال له ايه؟ قال له ما قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من ايه؟ من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وبعد كده واحد في بلد تانية يعني عزم جماعة مشايخ وحط لهم الأكل، ويبدو أنه كان جايب كيلو لحمة ولا فرخة ولا حاجة بس، وعايزهم ما ياكلوش، فلسه هيقدموا على الأكل. فقال لهم استنوا يا مشايخ، قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني فإن كان ولا بد فثلث لإيه؟ لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسه. ردوا عليه في نفس واحد وقالوا كل أدرى بثلثه. يعني ما يهمك، احنا حناكل حنقاتل في سبيل الله، يعني لابد ان نقاتل في ايه؟ في سبيل الله. الطبيب ابننا، وطبعا انا اقول ان ابو رأب بلغت قمة رشدها وفلاحها ونجاحها حين تحتفل بطالب علم تفوق وحصل على هذه الدرجات العليا. نسأل الله ان يحفظه ويحفظ لزفاقه وزملائه وجميع ابنائنا وبناتنا ان شاء الله، لأن الأمة الآن تفكك في قدمها
أو في لهوها وعبثها. وانت عارف دلوقتي القدم يعني ايه، والاسلام فيه رياضه ولا ما فيهش؟ انما اقل ولد هناك هياخد مليونات لو اتباعوا ولا اشتروه زي ما انتوا عارفوا، زي ما انتوا عارفين. وانا وانت ان شاء الله هنلاقي المليونات دي في الفردوس الاعلى من الجنه ان شاء الله. انما في الدنيا ابدا لا انا ولا انت ولا حد هيبقى عنده ملايين ولا مليارات ولا حاجه، لان الامه تفكر في قدمها. لو واحد بيلعب رياضة وفي نادي بسيط ولا حاجة هتشوف أو في لهوها وعبثها اللي هو الأغاني والتمثيليات والبتاع، هم دول نجوم المجتمع. إنما ساعة إحنا ما نحتفل بالعلم والفكر والثقافة يبقى إحنا وصلنا إلى قمة رشدنا. إلا الواحد يتفوق إزاي؟ لابد أن يكون عنده دين وخلق الأول، وبعد كده يتعلم أي لون من ألوان العلم. طيب الواحد بيبقى فيه طبيب والطبيب علمه معلم أو أكثر من معلم، وإحنا عندنا زي ما أنتوا عارفين علم وإيه وعقل، ولما الاثنين قعدوا يتخانقوا مع بعض العلم يقول أنا أفضل من العقل والعقل يقول أنا أفضل من العلم. أنتوا عارفين المناظرة التي حدثت، علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف. العلم قال أنا قد حزت غايته، والعقل قال بي الرحمن قد عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بعين الرب في قرآنه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. في طبيب وفيه معلم، ولذلك قالوا يا ترى الطبيب أفضل ولا المعلم أفضل؟ قال لك هيبقى المعلم، لأن المعلم هو الذي خرج الطبيب والمهندس والداعية والخطيب وكل الناس دول. قالوا الطبيب له فضل، فقلت لكم لولا المعلم ما كان الأطباء. بالطب صحت جسوم الناس من سقم، وبالتعلم أرواح وآراء. بارك الله فيكم جميعا، وبارك في ابننا الدكتور بإذن الله باعتبار ما سيقول إليه كما يقول البلغاء، الدكتور أحمد إبراهيم أحمد العقل ابن الباش مهندس إبراهيم العقل. وهنئه وهنئ والده وهنئ والدته وإخوته وأعمامه وعائلته وجميع رجال وشباب وفتيات هذه البلدة أبو رقبة المباركة، التي أحس بأنني في وسط متعلم مثقف وفي وسط من الدعاة والأئمة، وهذا فضل من الله كبير علينا وعليكم. وأهنئ نفسي وأهنئ العلم به. وإلى مزيد من الرقي والتقدم، وليس المهم يا بني أن نصل إلى القمة، ولكن المهم أن نحافظ على هذه القمة. وقديما قيل لا خوف على الطائر مهما بلغ ارتفاعه إذا كان معتمدا على جناحيه هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.